السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا الموتور نتاع الديسون 5 جونيور اللي هو نتاع السونسيس ونتاع صنعوه، هذا يسموه احنا نسموه جونيور، اللي هو فيهم 1.1 و1.4 ماهي بالنسبة لل الهضومة. اول ما صنعوهم ايش صنعوا؟ نحو هذه الكارتة ونحو هذه السينيكس، اول ما نحو هذين، اول ما صنعوهم عملوا ديكو هكا بالفيس بلاتيني، ماهي ديكو، هذا يسموه ديكو بالفيس بلاتيني، ديكو بالفيس بلاتيني ومع كربات، ماهي ما تدخل لهم هكا حكايه البيئه وما البيئه وما البيئه باش ينقصوا من التلوث البيئي، باهي ينقصوا من التلوث البيئي. ايش عملوا؟ قال لك خلينا نعملوا الامور هذه الكترونيك. اول ما بدوا بدوا بالديكو، باهي نحو الديكو وحطوا بوبينه وخلوا الكرباتير كما هو المده الاولى، وبعتلي خلوا البوبينه وجابوا كرباتير اللي هو سيمي انجكسيون كما هذا، باهي ونحو الديكو هذا جمله وحطوا بوبينه اللي هي كما كهربتك انت تو، وزادوها الكارتة هذه بطبيعة تكنيك، زادوها الكارتة هذه. شفت شنو اللي صار تو؟ هما من هذا من هذا وزادوها كابتر اللي هو نتاع الفيربوكا، باهي كابتر نتاع الفيربوكا من الكربتير والديكو الى سيمي انجكسيون، ومن بعد طوروه الموتور هذاك هو بيدو خلوه روا ردوه انجكسيون صافي بالانجكسيونات الاربعه، باهي هذا التطور اللي صار فيه. انت شنو اللي عندك تو؟ اللي عندك انت ما تنجم تعرفه الا بتعرف المهم نتاع الشين قديش نتاع الكاتينه اللي هي 104 او 100 او 100 او 100 او 108 فيهم زاد 108. شفت ايش عملوا معاها؟ هما مع هذا عملوا بوبينه هذه، معش ديكو كان هذا في بلاصه هذا، شفتها كان هذا نحوه كان هذا ومعاه بوبينه كيما هيك، باهي نحو الديكو هذاك سبيرتير وحطوا بوبينه وكربتير سيمي انجكسيون سموه احنا نص كهربائي وكارتا وش اسمه كابتن نتاع دي مراج. اللي صاير شنو هو؟ البيستون هما الفرق، ما تشوف شيء من برا، الفرق في البيستون من داخل، فما البيستون كبير وبيستون صغير. اذا كان احنا بالكرباتير هنا ما يعنيناش كبير ولا صغير، يخدم على روحه، خاطر نجمو نتحكموا في الدايكو، نزيدوا الافونس وريتار ونزيدوا هنا ريجلاج كما نحبوا، هذا نتحكموا فيه احنا يدويا، هنا ما عادش نجمو نتحكموا يدويا. يرحم والديك، فما الكترونيك، بحيث اذا كان انا نركب موتور اقوى من اللي عندي وما تقراش الكارته تصير لي مشاكل. باش نعرفوا احنا الموتور خوه ولا لا؟ هو بالكاتينه بالشان، شوف النمر نتاع الشان اللي عندك انت قداش على هذه، كان هما نفس النمر عندك اشكاليه هنا، تولي ترجع كرباتير وترتاح، كان هو نفس الشان وكان هما مش نفس الشان يلزمك تركب موتور يدخل اللي كان عندك. خاطر انت تو كي ركبت موتور حطيت لهم الكهرباء وجيت هزيتها، انت ملي ركبوا لك الموتور صارت لك المشاكل ولا لا؟ بالطبيعه. ملي ركبت الموتور صارت لك المشاكل، قبل ما كان عندك شيء في موتورك انت القديم. كي ركبوا لك الموتور، انت الموتور اللي ركبوه لك ما تعرفش عليه شنو؟ ما نعرفش عليه. احنا باش نعرفوه خاطر ما نجمش نعرفوه الا ما نحلوا. نحلوا زوج موتورات ونطلعوا على البيستون قداش كبرها. ما هي؟ مش معقول باش نحلوا موتور مازال كي ركبته انت موتورك القديم تنجم تحلو. اما نجم نحلو هذا. شنو اقرب حاجه واضعف الايمان قال الرجل؟ هي هي الشان، هي الكاتينه. اذا كان هما نفس السنون نجيب لك الشان معناها طبعا صحيح نتاع الموتور موتور الاخر حتى من غادي تقصر لها انت كان 104 الموتور اللي عندك هو اخوه. باش نعرفها 104؟ قال عندهم سنون نقول لك تلقاها مكتوبه فوق منها، مكتوبه فوق منها 104 سنه، والا كان مفسخه تجيب السيلو تقمر واحده من السنون وتعدهم كعبه 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 لين توصل للسنه اللي السنه اللي انت مش مشيت. هذه 104 ثبتنا فيها. هذه ثبتنا فيها وقت جبت انت ثبتنا فيها هذه 104. باهي فانا اظن لقيناه هو بيدو الموتور، هو بيدو وقتها تولي عندك اشكاليه في الكارته، تولي ترجع كرباتير عادي وتقعد لك البوبينه كما هي تقرا الكارته، هذه الكارته هي تقعد تقرا البوبينه. مش هو لقيناه مش هو مش هو، يا اما ترضى به وترجع كرباتير يا اما تبدل كان الموتور. ايه تبدل الموتور، فهمتني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. على خاطر انت وقتي هزيتها لهم اللي بدلوا لك الموتور، ما فهموكش جوا الموتور اللي عندهم.
اعطاني موتور واسكت. وانت قلت لي على حسب كلامك انت قلت لي ما كانش عندي المشكل هذا جمله. لا ما عنديش. كان شنو كان مشكلته؟ موتور ياكل بالزيت كان عندك. ما عندوش دخل بهذاك امور زيت واحد هذاك موتور. وانت من اللي هزيتها وانت تعاني. ماهيش. وهو حبش يعرف لك. ايه يا راجل شنو انت؟ هو يقول لك جمعتين ثلاثه ماكس هكا هو. وعلاش علاش عدد اربع شهور. علاش انت شنو اللي عم يصير هي؟ انت خاطر شريت الموتور من بلاصه وركبته في بلاصه. قاعد اي وهذاك نتاع اللي باع لك الموتور خرج من مخه. ماهيش. فهمتني؟ قاعد لك الميكانيسيا. الميكانيسيا والله يا اخي مره مشيت طليت عليه على حكايه حبيت نعرف البلاكه هذيا اندراها هي تنزل لك على الموتور ولا لا. أي. فهمتني؟ أي. قال يا اخوي انا ما نعرفش انه امر وهو بيدو. ما هو بيدو في المنظر من برا. في المنظر من برا هو بيدو ما يختلفوش. قلت لك ما قلت لك انا صدقته محسوب. لا لا ما هم يمكن من برا كما قلت بالضبط. هو الفرق في الكوفر فيلم تاع البيستون راك هاو هاو. هم من برا كلهم كيف كيف صحيح. ما بدوش فيهم حتى في الانجكسيون راهو. في الانجكسيون قاعد نفس المنظر. المنظر نفس هو بيدو. هو بيدو الفرق القوه الداخل في البيستون الداخل مشكله واسعه. وانت زيد شروك في كارتة اخرى انت يا راجل. اي شروك في كارتة انت باهيش. وشر يعني انت صرفت مليون اخر تقريبا فوق الموتور باهيش وما وصلش الحل. وين نشوف فيه هنا ماني علاش انا نلوج في حكايه الموتور والريفيرونس نتاعو قلت نلقالوش الكارتة نتاعو. ما هو باش نعرف كارتو شنيا او الكالكيلاتور نتاعو شنيا ونقعد نلوج هكاك ما لا مش توصل ما توصلش. ما قلت لك انت برا ثبت لي في الشان نتاعك برك الكاتينة نتاعك كان نفس النومرو بدل كرباتير ووطفي الضوء. اللي هذا يقول لي ما يرد بالك تعملها العمله ذي عليه هو الناس سوى بالعكس الناس سوريتها اللي تعاني اللي يعاني مش ميجانكسيون هكا كما هذا طول ما يشاور حد يمشي بدل كرباتير ويرتاح. خاطر علاش تقعد تتبع في الكارتة؟ الكارتة ما تلقاها اخوها اختها بالضبط في السيميانجكسيون خاطر يخدمهم حد. هي شنو اللي يصير في كارتة؟ اوكازيون قصدي انا. تنفهمك حاجه اوكازيون باهي. هذه كارتة شو يعملوا؟ يعملوها باش يخدموها. شو يعملوها؟ ياخذوا المعلومات نتاع الكارتة نتاعك انت يحطوهم في هذه. باش تقعد المعلومات. مش مكتوب عليها تال ريفيرونس لا تمشي مع الموتور لا هكا. لا كل ما هو هكاك تولي عاد انا نسرقها لك كرامتك ونمشي نجيب كارتة من عندي ونروح بها. ما ريتش ولا ما هي تولي هكاك حتى بالانترنت تجمع تدخل ما يعرفش تال. توا انت قلت انا نلوج على الكيكيتر نتاعها صحيح. في بالي الكيكيتر نتاعها صحيح وقتاش؟ وقت يكون البوم الموتور الدوريجين نتاعها قاعد. مش يعطوك خاطر مش يعطوك الكيكيتر هذيا نتاع الموتور اللي نتاع الكهرباء هذيك على اساس موتورها فيها. فهمتني شنو نقصد؟ ما فهمتنيش. مش كل موتور واحد مش كل موتور وكالكيلاتور نتاعو. لا الكهرباء هي الكيكيتر تبع الكهرباء مش تبع الموتور تبع السيارة. هذه تبع السيارة مش تبع الموتور. إنما فيها السيارة شنو اللي فيها زايد على الموتور؟ السيارة شنو اللي فيها زايد على الموتور؟ كون المعلومات هذه هي تتحكم فيهم في الموتور من السيارة. مش عندك كونتاكت أنت فصل الكهرباء مفتاح يدور هذاك منين يجي الكورون؟ ما يجي من البطارية. وين يبعث الكورون؟ مش يبعث الكورون لهذا القطعة هذه كي تدور الموتور. أنت تضرب الدمرات والقطعة هذه تقرا دوران الموتور. تقول للقطعه هذه تقول لها راني مش نخدم اعطيني معلومه نعطيك معلومات اللي الموتور يدور. تحل هي الليسونس وتحل الكورون وتحل الدنيا كل هذه تحل. على اساس تحل شنو؟ على اساس تحل اللي هي عندها موتورها الاصلي نتاع السياره. انت علاش قلت لي المشكله صارت لي بعد ما ركبت الموتور؟ هي لو كان الموتور الاصلي نتاع السياره ما كنتش تحس مش تحس حتى شيء. اذا كان هي الكارتة هذه ما مسوش فيها حاجه ما عملش ما اسمع مش حاجه. فهمتني؟ خاطر انت تو المعلومات كلها نتاع الموتور تغيرت. فهمتي شنو؟ هذه خاطر هذه تبع السياره مش تبع الموتور. انما تقرا المعلومات من الموتور. هي يعني تقول شركه كانها اشتري. انا عبثا نحاول نتعب في روحي معك. لا جيد. جاهر. والله جيد. اخذ انت من عندك انت الموتور مبدل. انت كاتب تاخذها على اي اساس؟ على الموتور ولا على السياره؟ في بالي انا كل موتور وعنده كارت. اي لكن والسياره؟ كل موتور عنده كارت نجم نجاوبك. باهي هذه المعلومات اللي في السياره الكهرباء الكارت هذه نتاع الكهرباء نتاعك انت.
والكارتة اللي بتجيبها فيها معلومات الكارتة الأخرى، الكارتة السيارة الأخرى. ما لا يولي كل واحد عنده كارتة في جيبه كما هذه، نقول احنا كارتة نسموها كارتة ساعة تصدف رأيها. إنما تتفكر الكهرباء بعد حتى عام ساعات، عام باش تفيق اللي هي كارتة مش بتاعها. فهمتي؟ بالخاصة هذوما فرنسيان، ريتهم فرنسيان، تو فرنسيان هذوما تفيق مؤخر ساعات. إنما في النوفو ما تخدم لك جملة. في الكهرباء النوفو ما تخدم لك جملة. فهمتني؟ ولهذا وانا ماشي في الطنيه هذيا نتاع انه كان نعرف ريفيرونس نتاع الموتور اي 1.1 ولا 1.4 تو نمشي ندور الكارته نتاع 1.1 ولا 1.4 لا لا حتى تلوج أي. الكارته يلزم المعلومات اللي عندك في الكارته القديمه نتاعك يلزم تصبهم في الكارته الجديده. علاش انا قلت لك ما قلت لك هنا هذوما شركه فيها اشتر لي الكره للسياره واشتر لي الموتور. المعلومات نتاع السياره كل سياره وسياره، انك انت بتجيب هذه نتاع سياره محمد وانت سياره الحبيب، المعلومات نتاع سياره الحبيب تصبوا هنا في هذه اللي هي جبتها من ويقعدوا المعلومات نتاع الموتور كما هم اللي انت شك فيه اللي هو مش هو. فهمتني يا عمي؟ فهمت هو؟ فهمت اي معناها تو اللي يخوفني من الحكايه هذه نتاع ترجع كاربيراتور نورمال معناها قول له اعطيني دليل. انت ما قال لك ما ينجحش معاها كاربيتر، قول اعطيني دليل. علاش ما ينجحش كاربيتر؟ هذوما فلونسيان ينجح 100%. فلونسيان هذوما ينجح 100%. احنا ركبناهم حتى على النوفو الباليو نوفو تو ركبنا عليها كاربيتر. اي ركبنا عليها كاربيتر. علاش ركبنا عليها كاربيتر؟ ثمانية ثلاثة خدمنا ثلاثة مش واحدة خدمنا ثلاثة. تو مثلا نتاعي انا هذا كاربيتر. هذا كاربيتر نتاع 205 106 205. والاخر اش تعمل لك ولا ها نتاعك انت كيما هذا ما عادش يمشي عاد ما عادش يمشي لك ما عادش يمشي لك ما عندك هذا ما عادش يمشي لك انت تو انت تركب لها هذا برك هذاك برك مع الفترة نتاعو الفترة هو نتاع الهواء نتاعو خاطر الاخر فما واسع لا مش هذاك المشكلة الكبيرة هو الفترة لانه هو روح الموتور معناها مش موجود كان انا اعطيتك المعطيات كلها باش انت تفهم اش تعمل تي معناها كان نركبوا هذا ونقعد واحد في الفلتريه باش تحط نتاعك انت القديم مؤقتا كم هاك الكرومه اللي تجي من هنا من الفلتريه كرومه برك راهي هذيك اللي حاجتنا بها هذيك ناقصه ما فماش منها كان دبر الكعبه هذيك تركب عادي ما فيها شيء هاي ان شاء الله تنفعكم حاجه كامل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.